هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام. حبايبي الكرام، جات لكم مقطع جديد شباب. مقطعنا اليوم شباب مقطع اسطوري كثير شباب، ركزوا معي. نزل سكين الاتاك دو تيتان 7. هذا السكين شباب كثير يعني كنت منتظره كثير كثير شباب، وهذا من الانيم اللي بحبه كثير شباب، ولحد الان بتابعه. بدعيكم تتابعوه شباب. اسم الانيم اتاك دو تيتان ولا اتاك اوف تايتن. المهم شباب، فيه له اربع اجزاء. اوكي شباب، هو فيلم كرتون. اوكي شباب، ما بدي اطول لكم اكثر من هيك شباب. كثير متحمس لاحصل هذا السكين. حبايبنا الكرام، قبل ما نبلش هذا المقطع شباب، لا تنسوا حط زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس. اوكي، ونقول بسم الله ونبلش شباب. اول ضربه شباب، شو اول ضربه؟ قبل ما نبلش كل شيء خلينا نشحن جواهر شباب ونبلش. الصراحه شباب انا ما فهم شو عم بيصير معي شباب. كل شوي بحط بغير بالقبه، بحل يمين يسار شباب، ماني فاهم انا شوي بصير معي شيء غريب عجيب. اوكي شباب، خلينا نشحن جوار شباب، نحط الكود ليتس جو يا اساطير. وهيك شحنا جوار شباب، تقريبا مكلفنا بتعرفوا يعني شباب، حظنا بيض. خلينا شوف، متاكد شيء سريع اذا اخذت مشحن تراكمي. اوكي شباب، لوز يا اساطير. اوكي شباب الحلوين، ليتس جو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، خلينا نشيل الاكل هذا التعبان و شو كمان وشيل هذا. يلا نعمل تاكيد حبايبنا الكرام، ليتس جو. بسم الله بسم الله بسم الله شباب، ادعوا لنا ليتس جو. اول لفه، ابلع ابلع. ايوه والله كان باقي شوي شباب، اقسم بالله كان باقي شوي. يلا يعني اشتهيت شي مره شباب، والله العظيم يعني اشتهيت شي مره، هيك شي مره، هيك شي مره واحده بس، انه يطلع لي شي من اول ثلاث اربع لفات يعني على القليله. يلا بليز كمان. اوه وين شباب؟ والله شفت، حسيت انه كانت قربت. يلا يا الله يا الله يا الله، بليز جارينا بليز. يلا هي ان شاء الله يا رب يطلع الاول. لا حرامات. يلا نشوف هالمره هاللفه كمان. الله يا رب ان شاء الله بليز. يلا اوكي لا يعني لا 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 هيك عن جد، هيك هي ما يمشي الحال، هيك ما يمشي الحال ابدا يعني. عم اقول لكم بليز، هي اخر لفه يعني اخر لفه. بدنا شو بس، انا شو بتاكد من شو الصندوق، ايش شو بدي فيها؟ خلاص لا تخلونا يعني نصرف كثير جواهر بليز، ذبحتونا. يلا هي يا زلمه اقسم بالله شباب، يعني ما بعرف ليش هيك دائما بكل مقطع فيديو شباب بدعي بقول يلا بليز، يعني مره شي مره مرتين ثلاث هيك اضرب من اول لفه ولا ثاني لفه شباب. اعطوني اذا عندكم شيء يصير بليز، اذا عندكم شيء يصير ابوس روحكم، تكتبوا لنا بالتعليقات خلينا نجرب شباب. الله يخليكم. اوكي شباب، هي رح تكون اخر لفه. اوكي هي اخر لفه يعني. هاي هو حصلنا على السكين كثير حلو، بس ولكن هذا السكين شباب اسطوري يعني. ما بعرف هذا السكين يعني ما بعرف شو 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 نقدر نزيد له. ها تقدر نعمل كل اي شيء، ناخذ الصناديق من على اليمين. اوكي لوز نايس سو نايس. اوكي شباب اوكي شباب، راح تنزل حاضنه جديده شباب، راح ننزل لكم المقطع شباب مثل كل مره شباب، راح ننزل لكم اياه المسويات. اول ما ينزل مقطع شباب، اول ما تنزل حاضنه بنحرقها على بنفس الوقت، وننزل لكم مقطع ليل. تشاسوا حالكم الحاضنه الجاي. سو شباب، الان شباب هي ذوي السكين. اوكي اسمه حزمه الذكر الفيلق، ها هو الشباب. بس الحين انا منتظر شباب السكين اللي هو اللي متابعين هذا الانيم، انا منتظر هذا السكين شباب راح يكون ينزل عليه سكين اسطوري هيك كله. فهمتوا علي المقصد، عليه هيك ايرين لما كيف شكله وما شكله. يلا خلينا نفتحه يا سطي، خلينا نفتحه ليتس جو ونشوف وضعه شباب، نجربه نعمل تزويد اتاك دو تيتان. لا شباب عن جد شيء اسطوري يعني حجب. ما بعرف الصراحه شو بدي ازيد عليه يعني. انا شباب من محبين كثير هذا الانيم، وما بعرف شو بدي ازيد عليه عشان ما بعرف شو ما يعني كل شيء حلو، كل شيء ما اقدر ازيد عليه يعني. شو بدي احط له ما بعرف، يمكن احط له شيء ما اعرف شيء شغله هيك يعني يطلع عليها حلو يعني الشعرات. هذا هو شباب يعني هذا يعني كيف اقول لكم، هذا لازم يلتبس كاملا. فهمتوا على كيف يعني؟ ما نقدر نضيف عليه شيء نغير، ما يصير. ممكن الحذاء. خلينا نشوف شباب، خلينا نشوف نحط له شيء قناع مثلا، شيء قناع
ممكن يكون هلا قناع اوكي ممكن ماشي الحال، بس ما يعني فكرت كثير يعني ما بعرف ما في شيء ما نقدر نزيد له شيء هذا ابدا 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 ما نقدر نزيد له شيء هذا. شوف هاي مثلا هاي ممكن هاي ممكن كمان يعني ممكن تكون حلوة تزيد له بس ما في لا ما في ما أقدر ما في شباب ما أقدر هاي صراحة ما أعرف شباب ممكن خلينا نبقى على هاي بالنسبة للحذاء الحذاء نفس الشيء ما أعرف يعني شو واحد يقدر لازم كل شيء يتلابق ليك شباب بدنا نخليه على حاله أوكي ما راح نلمس شيء راح أشوف هيك نطلع هيك سريع هيك على السريع ممكن يكون هذا لا هذا لا خربت هيك خربت هيك لا ممكن يعني أكيد كثير أكيد اللي بيعرف هذا الأنمي أكيد أنتم بتفهموني فهمتوا علي كيف يعني الصراحة يعني ما ممكن نزيد له شيء اوكي شباب خلينا نعمل هيك خلينا نشوفه باللعب شباب اوكي نحط لنا الوشاح يمكن يصير حلو هيك شيء مرتب اوكي خلينا ندخل على التدريبات نشوفه بالتدريبات حبايبي ونشوف وضعه لوز ولا مش لوز ولا لوز اللوز طبعا اكيد لوز شباب انا من عشاق هذا الانمي من عشاق هذا كل شيء يعني كتير كتير بحبه بالنسبه للسكين شباب باين عليه كتير يعني خفيف باين عليه شباب مش سكين كبير التشاكيت صغير يعني عندك شيء حلو لوز اللوز خلينا نعمل لكم شويه زوم عشان تشوفوا معي اوه اليكو شوفوا معي شباب الحلوين هذا هو السكين اوكي نطلع شوي لفوق هذا هو الشباب الحلوين شوفوا يعني سكين شباب شكله عندك يعني شيء كثير حلو وكثير كثير مرتب بالنسبه خلينا ناخذ له شيء ناخذ الاسلحه شباب نشوف وضعه باللعب اوكي خلينا ناخذ ام بي 40 طبعا شباب وين ام بي 40 وين ام بي 40 اول ام بي 40 طبعا شباب انا شايل السكنات اوكي ماشي يلا ليتس جو يلا هذا اول شيء نشوفه باللعب او شباب مشغلين كريستيانو وكل شيء حجي طول بالك طول بالك ما بس ماشي ايه ابلع انت هاي ما في سكنات عم بلعب بدون سكنات طبعا ابلع يا زلمة شو هي عيب عليك يا زلمة شباب اللعبة كتير اسطوري شباب متحمس للمسويات لما نفتح البث المباشر جهزوا لي حالكم شباب مسويات متحمس كتير لأجربه وألعب فيه بالرنكد المسويات شباب يعني جد شي اسطوري شي اسطوري على الأخير اسطوري على الأخير شباب لكن نشوف هون قررت عنه حلو لوز اللوز اوكي شباب خلاص يكفي يكفي شباب يعني خلينا نطلع نروح نشوف ال راح ارجع اشوف يعني شو ممكن نضيف له ولا نحط له شيء مثلا شيء مرتب والله الصراحه شباب يعني ما بعرف شو بدي اقلكم يعني الشعرات حلوات ممكن لا هيك خرب هيك لا الساغورو ما يطلع لي حلو ما الصراحه ممكن نحط له مثلا شباب ممكن نحط له القبعه الفاير باس السابع اوكي واو لا هيك صاير نار لا هيك شباب هيك طلع يا سلام قبعة الفاير باس شباب سبع شباب نو كومنت حبايبنا الكرام هيك بيكون تام مقطع اليوم يا اساطير خلينا نقرب الكاميرا شباب تشوفونا لتكو اوبا حبايبنا الكرام هيك بيكون تام مقطع اليوم حبايبي ان شاء الله عجبكم المقطع بتمنى من كل اسطوره تابع المقطع من اول للاخر حط لنا زر اللايك واللي مش حاطط زر لايك حط زر اللايك واللي مش مشترك يشترك حبايبنا بالقناه وشي ثاني ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حبايبنا ولا تنسوا تتابعونا كمان على الانستغرام شباب موجود كل شيء بالوصف حبايبي بتمنى لكم يوم سعيد ونلتقى يوميا شباب برجع بكرر كثير من التعليقات بشوف عليكم مين وين تفتح بثوث مباشره انا بفتح بثوث مباشره حبايبي على الفيسبوك الرابط راح يكون كمان موجود تحت شباب بالتعليقات مو بالتعليقات بالوصف اوكي شوفوا الوصف شباب دائما بكون بثوث على تقريبا الساعه 6 7 توقيت المغرب العربي و 8 9 بتوقيت الشرق الاوسط اوكي شباب نشوفكم على خير مسويات في بث جديد وراح نجرب السكين شباب هيك راح نجربه ونشوف مع بعض شباب اعطونا رايكم اوكي لا تنسوا التعليقات الحلوه تشاو